يسعد فوكس راح يستلم في القائمة الثانية. أول برايتون عنده الكرة الآن. أول برايتون أول برايتون أول برايتون جول فعلا إسلام في القائمة الثانية بالرأس، الرأس الذهبية لإسلام تنقذ ليستر سيتي في الدقيقة 70. دخل إسلام وسجل إسلام هدفه السادس هذا الموسم بالرأس، حنكة كبيرة جدا، دفع المدافع بذكاء كبير، إسلام ارتقى حطها كصاروخ برأسه على الجهة اليسرى من مرمى جوردان بيكفورد. أول برايتون يحطها فوق رأس إسلام بالرأس حتى على يسار الحارس جول. سادت أهداف إسلام سليماني هذا الموسم، هدف مفيد معنويا لإسلام لأنه مر بظروف صعبة في الأسابيع القليلة الماضية بسبب إصابة ثم بسبب جلوسه في كرسي الاحتياط لفترة طويلة، لكن في كل مرة كان يدخل ويلعب. إسلام بداية موسم صعبة في دوري إنجليزي صعب، ومع ذلك يبقى وفي للشباك وللأهداف وللراسيات. 6 أهداف هذا الموسم بالنسبة لإسلام سليماني مع ليستر. هذا الهدف غالي وثمين في الدقيقة 70 لأنه انطلق البرايتون زاد في السرعة، كرة خطيرة والبرايتون كرة أرضية بابا باردي بابا بابا جول. يا سلام على هذا الجول يا جيمي يا فاردي، مثل ما جاءت استلمها بيمنى حطها بيسرى في القائمة الأيسر. يا سلام عليك يا أول برايتون، صنع الفارق منذ دخوله. كرة فوق رأس إسلام وكرة ثانية في رجل جيمي فاردي، استلمها بيمنى وبسرعة فائقة مثل ما جاءت ضربها باليسرى. جول من أروع ما يكون. شوف ماذا فعل أول برايتون، كان بعيد وصل تألق سرق الكرة انطلق ومر الكرة من أروع ما يكون. شوف التمرير الأرضية، شوف ماذا فعل جيمي بابا 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 با. استلمها باليمنى وسددها باليسرى، حركتان في رمشة عين، حطها في الشباك جيمي فاردي جول. فاردي يسجل 10 أهداف هذا الموسم لليستر. الإسلام تسجل، أنا فاردي يسجل، فاردي يسجل، إسلام يسجل. 2-0 صارت النتيجة 11 دقيقة قبل نهايتها. بابا بابا با با. هدفان في منتهى الروعة، بقدر ما كان الشوط الأول تعيس بقدر ما كان الشوط الثاني منذ التغييرين، منذ دخول أول برايتون ودخول إسلام سليماني تغيرت المعطيات تماما. شيكسبير محظوظ جدا، كان مساعد لمدرب اسمه رانييري